اهلا بيكم في قناة بيوتنا واطفالنا. ده الشكل النهائي للحمام بعد ما خرج من الفرن، وهنشوف دلوقتي مع بعض احنا هنعمله ازاي. هنحط في الحلة معانا معلقة سمنة كبيرة، اول ما تكون تبدأ تسيح وتقدح معانا هنا. معانا هنا برضو بصلاية كبيرة مخروطة، هننزل بالبصلاية واحدة تفتحها بسيطة خالص كده. شوح البصلايه وارجع لكم تاني. بعد ما البصله خدت تشويحه خفيفه كده زي ما انتم شايفين، معانا هنا رز مغسول ومتصفي كويس. هننزل بالرز، هنقلبه وهنعدي البوتاجاز عليهم، ونحط عليهم قطع الرز سنة ملح وشوية فلفل اسود، ونحط عليهم شوية مية صغيرين خالص، ونسيبها على البوتاجاز نقلب فيها لمدة 5 دقايق. ده ليه بقى؟ لان انا لما جربت قبل كده اعمل الحمام بالرز وهو نايم من غير ما احطه على البوتاجاز كده، حسيت ان الرز بعد ما استوى الحمام كان لسه الرز جواه نايم شوية. فما جربت الطريقة دي نجحت معايا، ولما الحمام بيتحط بعد كده على البوتاجاز بيبقى مستوي وحلو جدا. هرجع لكم بعد شوية اقلب الرز 5 دقايق وارجع لكم تاني. ادي الرز بعد ما سيبناه على البوتاجاز لمدة 5 دقايق، ومعانا هنا حمام مغسول كويس ومنقوع في مية وليمون. واهم حاجة تاخدوا بالكم منها يا جماعة، ان الحمام تكونوا مفتحينه من غير الجلد كده عشان الحتة دي بتنفش زي ما انتوا شايفين كده. هنبدأ نحشي معاكم. هنحاول ما ندكهاش قوي يا جماعة عشان ما يكونش الرز اللي جواه معجن او كده، عشان يبقى مستوي كويس. معانا هنا برضو الرقبة، لحد ما نحس ان الحتة دي كده اتملت وتكون مهوية شوية نعمل حساب التسوية. حط برضو رز هنا، خدوا بالكم تعملوا بالراحة جدا عشان الجلد بتاع الحمام رقيق. تمام كده،
بعد ما خلصنا سكة كده كويس ندخل بيها اهو تانية برضه بنفس الطريقة ننضفها من الرز كويس كده مندش عليها اي رز خالص هنا ونكملهم كلهم بنفس الطريقة معانا هنا حلة فيها مية بتغلي المية دي فيها بصلاية وشوية فلفل اسود ورقتين لورا واتنين حبات بعد ما خلصنا الحمام كده زي ما انتم شايفين ياريت نعمل فيه فرمين رفيعين كده تحت الجناح عشان خاطر الرز التسوية اللي فاضلة فيه تستوي كويس وننضفه من الرز اللي هو فيه كويس وننزله بقى في المية بالتالي ونسيبه بقى على البوتاجاز لحد ما يستوي وما يستوي هرجع لكم ان شاء الله.